الدين بين يدي الله. قال الإمام الرضا عليه السلام: إذا كان يوم القيامة أوقف الله المؤمن بين يديه وعرض عليه عمله، فينظر في صحيفته، فأول ما يرى سيئاته، فيتغير لذلك لونه وترتعد فرائصه، ثم يعرض عليه حسناته فتفرح لذلك نفسه، فيقول الله عز وجل: بدلوا سيئاتهم حسنات وأظهروها للناس، فيبدل الله لهم، فيقول الناس: أما كان لهؤلاء سيئة واحدة؟ وهو قوله تعالى: يبدل الله سيئاتهم حسنات.